في عناوين نشرة الليلة: منب عبدة بين الحريري وجنبلاط منتهية. هناك قضايا تحتاج إلى نقاش بيننا وبين الرئيس الحريري. جردة المشنوق ووعود الحسن. للأقراب قبل الأبعاد، ما تحرجوني وتحرجوا حالكم بطلبات تدخل بنظام الزبائنية يلي تعود عليها كتار بالبلد. إنجاز بيان إلى العمل. اعترضنا اعتراض شديد على عدم إضافة العبارة يلي هي للوصول إلى الهدف المنشود يجب إعادة القرار الاستراتيجي كاملاً العسكري والأمني للدولة اللبنانية. الجراح يسوي مخالفاته قطعاً لملاحقته. نحن القرار اللي لغيناه بناءً على طلب مجلس الشورى الدولي. في غزة لم ينل السرطان من شغفهم. بتمنى من الله إنه يمثل فلسطين ويرفع على فلسطين خفاقاً في جميع أنحاء العالم. وفي فن الخبر: والجسار شكله بيهزر. أغنية ستايل جديد علي، بس إن شاء الله أكيد تحبوها. وفي ترندز: فارة من وجه العدالة. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.